الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. شباب، لغة البرمجة بتتقسم لتصنيفات مختلفة كتير، ومن ضمن التصنيفات دي هي ان هم بيقسمولي او بيصنفولي لغات البرمجة وفق بوابتين اساسيتين كبار خالص، حاجة اسمها OO او Object Oriented Programming Languages، وحاجة تانية اسمها F Functional Programming Languages. رح ندخل في الموضوع على طول وبنقول ان جافا سكريبت بتنضم ضمن الـ OOP، الـ Object Oriented Programming Languages، أو ما يقابله باللغة العربية لو دورت عليه لغات البرمجة كائنية التوجه. تحس كأن إن الكلام يعني داخل في فيزياء، يعني ما تعرفش كده الأمور برضو تحس إنها غريبة. طيب بالراحة كده، يعني إيه Object؟ يعني إيه Object؟ كائن. ببساطة يا جماعة، الأوبجكت أو الكائن ده عبارة عن وحدة بيانات. وحدة بيانات، الوحدة دي ليها إيه؟ الوحدة دي ليها خصائص معينة. حلو، جميل خالص. الخصائص دي بتتنفذ وفق او بطرق، تقدر تقول طرق معينة. تاني، الاوبجكت عبارة عن وحدة بيانات لها خصائص معينة، ها، بتنفذ امور معينة وفق طرق معينة. الكلام برضو مش واضح. ناخد حتة حتة من التعريف. اولا، first things first، يعني ايه piece of data؟ يعني ايه وحدة بيانات؟ طيب وحدة بيانات يعني مجموعة من الداتا. جميل، تمام. يعني ايه مجموعة من الداتا؟ الداتا دي طيب ببساطة ممكن تكون سطر برمجي واحد، ممكن تكون 10، ممكن تكون 100، ممكن تكون اكتر، ممكن تكون اقل، لكن لا شك في انها يونت. يعني ايه يونت؟ يعني وحدة. يعني ايه وحدة؟ يعني الداتا دي كلها مرتبطة مع بعض بشكل او باخر. حلو؟ جميل. طب هي البيانات دي كيانها ايه بالظبط؟ البيانات دي يا جماعة هي عبارة عن البروبرتيز والميثودز. الدنيا كده دخلت في بعضها. يا عم احنا كنا لسه بنشرح في يعني ايه بيس اوف داتا، اللي يدخلنا في البروبرتيز والميثود دلوقتي؟ لا يا عم، بسيطة. الكائن ده بالاساس البيانات اللي فيه بالاساس هي الخصائص بتاعته والطرق اللي هو يقدر يعملها. جميل خالص. مثال على ارض الواقع، ناخد مثال على ارض الواقع. جميل. نعمل ايه؟ نقول مثلا يا جماعة، نقول اني مثلا علي فاروق. علي فاروق ده ماله؟ ده عبارة عن اوبجكت. علي فاروق ده عبارة عن اوبجكت ماله؟ طيب ليه بروبرتيز معينة. زي ايه البروبرتيز ديت يا شباب؟ مثلا ممكن نقول لون شعره، ها، وتحت لون شعره المفروض احط قيمه، مثلا اقول بلاك، اسود. مثلا ممكن نقول طوله، وتحت طوله ممكن عايز نحط قيمه، نقول مثلا 165 سم. حاجة تانية مثلا زي وزنه، ومثلا هنقول مثلا 68 كيلو وغيره. ده مثال للخصائص
الخاصة بالأوبجكت اللي اسمه علي فاروق. حلو؟ جميل. وانت واخد بالك، ها انت واخد بالك بالله لما بقول خاصية، ها زي هير كلر اوتوماتيك بشكل مباشر بروح اسند لها قيمة، بقول اسود. لما قلت طول رحت اسندت قيمة، لما قلت وزن رحت اسندت قيمة. خد بالك من القصة دي اسمها ايه؟ ها بروبرتي ذن فاليو، بروبرتي ذن فاليو. طيب حلو، بالنسبة ده بالنسبة للشق الاولاني اللي هو كان خاص بايه، يعني ايه بروبرتي. طب يعني ايه بقى ميثودز؟ الميثودز يا جماعة ببساطة ديت عبارة عن الحاجات اللي يقدر يعملها علي كأوبجكت. ها الحاجات اللي يقدر يعملها علي فاروق كأوبجكت زي ايه مثلا؟ علي فاروق ممكن يمشي، منطقي. ها ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن يجري، منطقي. علي فاروق ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن ياكل مثلا. طيب علي فاروق ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن يعمل مشكلة او ممكن يعمل مشاكل كتير وهكذا. حلو خالص. يبقى كده يعتبر الاوبجكت كائن ثنائي التكوين. خلونا نلخص كده تاني، الاوبجكت عبارة عن كائن ثنائي التكوين. حلو ثنائي التكوين دي. النقطة الاولانية اللي فيه بتكون عبارة عن البروبرتيز، والجانب الثاني منه بيكون عبارة عن ايه؟ ها الجانب الثاني بيكون عبارة عن الميثودز اللي بيقدر يعملها. حلو خالص. يبقى البعد الاولاني بيكون البروبرتيز اللي هي يا جماعة راح نقول عليها ايه؟ راح نقول عليها variables. منطقي يا جماعة الخير الكلام ده ولا مش منطقي؟ اللي هو ايه؟ اني اقول على البروبرتيز بتاعت الاوبجكت اللي هو اسمه علي فاروق فاريابلز. منطقي جدا، منطقي جدا. ازاي؟ لاني في البروبرتيز بتاع علي فاروق قيم مختلفة عن البروبرتيز بتاع مثلا سمر. يعني 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 البروبرتيز دي بتتغير من اوبجكت بتاع علي فاروق لاوبجكت بتاع سمر. وطالما بتتغير يبقى ايه؟ طالما بتتغير يبقى variables، يبقى في متغيرات. فاكر انت موضوع المتغيرات؟ ها الاوضة اللي فيها بنحاول نخزن داتا معينة احنا راح نحتاجها بعدين، صح كده؟ حلو. لما تيجي انت بقى تاخد البلو برنت اللي مكتوب فيه الكلام بتاع علي فاروق، يعني لما بيبقى قدام منك البلو، انا عارف ان بوظت الدنيا. لما يبقى قدام منك البلو برنت في ايدك، الورقه يعني اللي مكتوب فيها الداتا بتاع علي فاروق، ها مكتوب فيها الخصائص والطرق بتاعته، يعني لون شعره، لون عينه، اسمه، تاريخ ميلاده، الكلام الفاضي ده، ها راح تاخد فكره قويه جدا جدا عن حياه علي فاروق. وعلى اساس البلو برنت ده هتبتدي تقرر هو المفروض يشتغل فين مثلا. ها جميل خالص. البروبرتيز والميثودز اللي راح اكتبها انا، ها انا كعلي فاروق عني انا كأوبجكت في ملف السي في بتاعي علشان اقدم لوظيفة معينة، ها راح تختلف عن البروبرتيز والفاليوز اللي راح تطلب مني لما اجي اطلع رخصة العربية بتاعي، غير البروبرتيز والفاليوز اللي راح تطلب مني لما اقدمها مثلا المأذون اما اتجوز. يبقى باختلاف الهدف بيختلف التصريح، ها والاعلان عن البروبرتيز والقيم المختلفة لمين؟ للبروبرتيز دي. ده مفهوم ليعني ايه يعني ايه اوبجكت على ارض الواقع. هناخد الكلام ده دايركتلي بشكل مباشر نقيسه ونطبقه على جافا سكريبت. Don't miss anything. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.